مساء الخير. كتار بيعملوا دايت ليحافظوا على لياقة جسمهم، وأول شيء بينصحوا فيه أخصائي التغذية هو التخفيف من أكل الشوكولا. ولكن من ناحية تانية، الشوكولا مفيد للبيئة لأنه بعد ما يتصنع الشوكولا بيترك فضلات. لهيك قرر الإنجليز يستعملوا هالفضلات تحديداً محل البنزين بعد ما يخلطوه بالزيت النباتي، وهيك بيوفروا حق البنزينات وبيخففوا من تلوث البيئة. بالعودة لطقسنا، أجواء شتوية مستقرة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة منخفضة بالليل ومعتدلة خلال النهار. رطوبة منخفضة، الهواء متوسط السرعة، البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة 119 درجة. الليلة طقسنا بلبنان قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل بالليل على الساحل 12 درجة. لبكرة طقسنا مشمس مع درجات حرارة معتدلة على حالة وعم بتسجل نهارا ببيروت 20. مجموع المتساقطات ببيروت لهيدا العام ابتداء من شهر أيلول لتاريخ اليوم 210.2، السنة الماضية 317.6، والمعدل العام 244.5. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة 4 تحت الصفر ببينوت، طرابلس 13، جبال 12، برمانة 12، بيروت 12، صيدا 11، سور 12، بنت جبال 5، نبطية 5. منذكر انه هول درجات الحرارة لليل لفترة المساء والليل. بعلبك 7 تحت الصفر والهرمل 4. اما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية شرقية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ منشوف سوا. لليلة أدناها 12 وكان سجل أقصاها 20، الأحد بين 10 و20، والتنين بين 12 و20 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد 4، الكويت 5، الدوحة 12. مننتقل من بعدها إلى تونس 12، طرابلس 8، والقاهرة 10. ومننهي مشوارنا ببرلين 3 وروما 3. وهيدا كان كل شي. باي.